هي الأولى من نوعها لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي وللعلاقات الجزائرية مع جمهورية أذربيجان، والتي تهدف لفتح آفاق التعاون والتبادل في مجال الفن، المسرح والسينما. لربما سيهدف هذا لإنشاء تمثيل دبلوماسي أو سفارة بين البلدين. آثار تاريخية تكتسح المنطقة حوالي أكثر من 1200 أثر تم تصنيفها في قطاع أذربيجان، 57 تم ذكرها كآثار محمية دولياً و496 وطنياً. وتعتبر مدينة نخشبان عاصمة لسلالات ودول مختلفة، منطقة تمسكها ريح المساجد العتيقة كجامع جام للقرن الثامن عشر، معبد مومين خاتم والذي أصبح متحفاً في جو مفتوح. أذربيجان في حدود تركيا، مسكها ثقافة إسلامية جميلة بنقوشها، تماثيلها، مساجدها، آثارها وطيبة قلب شعبها. ثقافتهم متداخلة مع الثقافة الإسلامية ببصمة أذربيجانية وغيمة البدو العربية، أسواق شعبية وأغاني فيها نفحة هندية روسية وتركية. بين الحداثة وما قبلها أسطورة تحكي عن نفسها في خطوط أذربيجان، اختير فيه شعار يضم جبل هاجاداغ والذي يرمز لتأصلهم، شعلة داخل الجبل ترمز للحياة لتلمح أنها بلد النيران، بالإضافة لكلمة الله لترمز إلى الإسلام. في انتظار وصول الوزير عز الدين ميهوبي لفتح آفاق التأشيرة بين البلدين، نستبشر عطر الأسواق لتفتح لنا باب الثقافة الإسلامية من سماء أخرى.